وتفقد الطير فقال ما لي لا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
الله الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يفصل الآيات Yeah.
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ
قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة الله وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمدي والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ لا
له دعوة الحق ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله العظيم. يا قارئ القرآن يا حامل الذكر أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة العلم القرآني الإذاعي الشهير ونبت بيت القرآن الكريم والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسوني عوض الذي سنسعد به عبر شهور قليلة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري. ليلة تكريم الراحل الكريم فقيد عموم عائلة الزميتي مهندس عبد البديع رزق الزميتي. أسأل ربي أن يطيب سراه وأن يجعل القرآن هدية له في قبره هو لي ذلك والقادر عليه. باسم والدنا الحبيب الحج رزق الزميتي وأخيه الحج شوق الزميتي حج حسن عبد البديع الزميتي والحج سلامة الزميتي وجميع أسر وعائلة الزميتي وعبد الونيس وعائلات عصر هندي قدمونا بخالص الشكر والتقدير للسادة عمد ومشايخ القرى السادة القضاة السادة المستشارين السادة أعضاء مجلس النواب الأكرمين ومنصة القضاء العادل مديرية أمن القليوبية منبع الرجال والقادة والأبطال وكل من توافد من جميع قرى محافظة القليوبية شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. شكرنا أيضا لصاحب الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية هندسة الإذاعية والخدمة الفندقية من داخل هذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه تحت إدارة أولاد يونس ببلاس مركز قليوب بمحافظة القليوبية. تنقل هذه الليلة عبر شاشات الإنترنت العالمية المتميزة إدارة العالمية المهندس أحمد الجعبري. أيها السادة الكرام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.